كذلك لبس الحجبات والتمايم اللي بيلبسوها الناس دي، الحراسات دي شرك بالله، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام سمى الحجبات اللي هي التمايم دي سماها شرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك. يعني اللي بيلبس له حجاب ده هو المشرك ذاته. شوف الليلة كم بشر في البلد دي لابس حجبات، كم بيت معلق فيه حجاب، كم عربية، صاحب العربية يكون مفلس ما عنده حاجة، الله يرزقه رزق حسن، يشتري عربية بكم مليار، بدل ما يقول الحمد لله والشكر لله يشيل لي حجاب من الفقيه يعلمه. يعني كأنه الرزق ده جاء من الحجاب. يقول لك: لا مولانا عشان يحفظه. طيب الله اللي اداك ليه وانت ما كان عندك حاجة؟ ما يقدر يحفظه لك الله سبحانه وتعالى. ربنا قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الشركيات الموجودة دي، ودي بعض الأمثلة أنا ذكرتها، هي السبب في تأخر البلد بتاعتنا دي السودان، وهي أعظم سبب وأكبر سبب في تأخر المسلمين في العالم كله. الشركيات الموجودة دي، ناس يستغيثوا ويدعوا غير الله ويتوكلوا على غير الله ويحلفوا بغير الله، وحات سيدي فلان وحات شيخي فلان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. إذا كان لو حلفت بالنبي وقعت بالشرك، النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف لو حلفت بشيخك اللي هو دون النبي وما يساوي ولا شيء أمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالشركيات دي هي المؤخرة البلد دي يا أخواننا. إذا دارين البلد دي تصلح وحال الأمة الإسلامية الليلة تصلح، حلكم واحد ما اثنين، واحد بس ولا كلام كثير، حل واحد بس، واحد نوحد الله ونخلي عبادة القبب والأضرحة والطرق الموجودة دي. 700 طريقة يا أخي، 700 طريقة في السودان ده، وده أكبر دليل إنه يوريك إنه كله على باطل. لأنه طريق الله كم؟ واحد ولا اثنين؟ واحد. يبقى 700 ده جو من وين؟ طريقة التجانية، والتجانية الشكل بيقوا تربية وغير مربيين، اثنين. والقادرية بيقوا 8، قادرية ابن امين الجعلي، قادرية المكاشفية، القادرية ابن امين كدباس، القادرية صادقاب، القادرية ما بعرفوا ليك يعقوباب. 700 قادرية. السمانية كم؟ هناك في الدرمان في طريقة بتاعت ناس اسمه ذاك فتح قريب الله، صحيح؟ أول ما هلك مات ولده محمد وأخوه والثاني أمين الطيب، اتشكلوا وبقوا طريقتين، بدل ما كان سمانية طيبية غريبية واحدة بقوا اثنين. وأصلا السمانية طيبية غريبية القبيل دي أصلا منشقة من الطريقة السمانية الأصل اللي هي في شنو؟ في طابت، وناس البرعي بغادي براهم سمانية براهم. ده دليل بيوريك انه نازل على باطل، لأنه طريق الرسول واحد. ربنا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه.